قبل ما أكمل حابب أخذ مكالمة من أم أحمد. أهلا وسهلا أم أحمد، أنت معانا على الهواء. أهلا أهلا يا أسيس، زي حضرتك المسيح أهلا قام. أهلا أهلين أم أحمد، كل عام وأنت بخير. كل سنة وأنتم طيبين وبركة وانت المسيح طيب. أهلين معاكم على طول. أهلين، ربنا يباركك. أهلا بيك. أنا أحب أبدأ كلامي بأن المسيح قال أنا هو القيامة والحياة، هو ربط القيامة بالحياة، يعني إن لم تكن القيامة لم تكن لنا حياة. فأنا بشكره ومديونة لي لأن هو أعطاني الحياة. المسيح لما قام أقامني أنا كمان، أقامني أنا كمان من الظلمة، من الخطايا، من كل شيء، واداني حياة زي ما هو قام من الموت. ده بس مش إثباتا لأن هو اللاهوت، يعني مش إثباتا بس إن المسيح هو الله، لا بالعكس، ده كمان بيأكد إن المسيح هو الله، وإن إثباتا لنبوات العهد القديم اللي قالت إن المسيح هيتصلب ويتألم ويقوم في اليوم الثالث. فأنا مش قادرة أفكر إزاي الناس مش بتصدق. يعني ارجعوا للتاريخ وارجعوا كل ده عشان مكتوب بس في القرآن، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. طيب ما في إيه، مين الإله الظالم اللي هيشبه شخص بشخص آخر وياخد الظلم من هنا يوقعه على هنا؟ عذراء مريم تتفرج على ابنها وهو مش ابنها، ده واحد شبهه، ويخلي التلاميذ وأصحابه يتفرجوا عليه وهو بيتصلب ويتألم وهو مش هو، ويحزنوا ويتألموا. فأي منطق بيقول الكلام؟ أنا طبعا فخورة بقيامة السيد المسيح. أمين أمين. أخت أم أحمد، أنا بشكرك من كل قلبي وعلى هذه المداخلة. أنا ذكرت اللي ما بده يصدق الموت أو قيامة يسوع المسيح، الرب يسوع قال وإن قام واحد من الأنبياء مش حيصدقوا. علاج العمى الروحي هو نور المسيح بعمل روح الله القدس.